ما كشرش. سرحان في المستقبل يا وش السعد، سرحان في مستقبل عيلة الدهلية، وباسل واقف جنب أخوه دراع بدراع يشيل وقت الشدة ويفرح معاه وقت النجاح. أيام عيلة الدهلية هترجع تاني. كفاية يا سعد بقى، حرام عليك، ريح نفسك شوية، سيبك من الشغل ومشاكله. احنا حتى من ساعة ما جينا هنا ما بتلمش عليك ولا بشوفك، ليل ونهار في الشغل وفي المواقع. ده لولا باسل كان زماني قاعدة لوحدي بكلم نفسي. انا هبعت اجيب ماما من مصر. بصراحة انا مش عارف اعمل لك ايه. اقولك، هكلم الواد سامح ابن خالك يجي هو ومراته العراقية يقعدوا معاكي لحد ماما ما تيجي ان شاء الله. بقول لك ايه، بدل ما تتعبوا معانا وتتعب نفسك انت كمان، ما تنزلني مصر اقعد مع ماما وهي حتى تاخد بالها مني لغايه ما ربنا يكرمني واقف على رجلي. لا، مش هبعد عن باسل بعد كده يوم واحد. للدرجه دي فرحان بيا يا سعد؟ فرحان؟ كلمة فرحان دي أقل من اللي أنا حاسس بيه دلوقتي بكتير. اسمعي، أنا هتصل بالواد سامح ابن خالك يجي هو ومراته يقعدوا معاكي يونسوكي لحد ماما ما تيجي من مصر. عبد الغفور، أهلا يا أخويا، اتفضل. اتفضل يا حبيبي، إزيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ سامح ابني الغالي. ماله سامح؟ سامح راح. راح؟ يعني ايه راح يا اخويا؟ مش فاهم. سامح ابني يا غالي، سامح اللي عشت عمره عشان رجع لي في صندوق مضروب بالنار. يا لهوي، مات سامح؟ مات؟ لا، زميله في الشغل يقول لي إن مراته اللي كان متجوزها وخلف منها بنت سمية، تانية كانت متجوزة واحد قبله عراقي كان في الحرب في إيران. الراجل أخبره اتقطعت، والست قال إيه؟ قال جابت من المحكمة حكم إنه مات متجوزة ابنة. أتاري كانت أسيرة، أسير ورجع. لا، مراته متجوزة ضربها وضربوا بالنار، ضربها وضربوا بالنار. ليه يا سلام؟ ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ يا حبيبي بني منك يا ما قلت لك وحس التبع معنا. خليك جنبي يا ابني، خليك في حضني. انا جبت دماغك وسافرت، هديك رجعت يا رجعت يا سامح، رجعت بعد ايه؟ ده يا ما قلت لك أني عملت لك المشروع عشر، جبت لك عربية، بديت لك بيت على الرياح، ده كله عشان ترجع، وديك رجعت يا ابني، رجعت لي بصندوق، بترشق بالرصاص، يا سامح، يا ابني موت يا ابني. Yeah.
لقد ارتفع علو مصر على ارض طابة، ولن ينتكس علم مصر ابدا. سوف يظل علم مصر شامخا خفاقا على بركة الله. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Basil. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا باسل. سنة حلوة يا جميل. يلا حيرم بيرم بيرم. أيوة غرفة صار. هيكون عيد ميلاد الليلة. أسعد العالم. يلا غرفة صار. بل كده 100 سنة لباسل. ربنا يخليك يا رب. سنة هو طيب. شفت اخواتك فرحانين بعيد ميلادك ازاي؟ هو فاهم حاجة اللي أنت بتقوله ده؟ على الأقل حاسس إن اللمة دي كلها على شان. أنا جبت بس حاجة بسيطة. وأنا كمان بس يعني إيه؟ يلا اعرف يلعب فيها. يا لمو كل سنة. ربنا يخليك. يلا. اتشطري أنتوا بريزك يعني عشان تخوع سام. سعادة العمر عنيد، ما سابش حاجة في الدنيا غير ما أخد منها حقه زي ما هو عايز بالظبط. تصوري يا ماما، بيعمل معاه زي ما كان بيعمل مع الدالي الصغير بالظبط، ما بيسيبهوش يمشي على الأرض، طول الوقت شايله. إيه رأيكم نروح سينما أو مسرح بالليل النهاردة؟ أهو نخرج الولاد ونشوف مسرحية كوميدية كده نغسل بيها همومنا. وماله؟ روح أنتوا وسيبوا لي الولاد. مش عايز اخرج. الولاد كمان هيجوا معانا، محدش هيفضل في البيت لوحده، كلنا هنخرج مع بعض وننبسط مع بعض. ولا ايه هبه؟ تشوفوا يا مجدي. باسم الحمد لله الاشغال اللي عندنا في العراق يعني هتخلي وضعنا المالي احسن بكتير. بس الظاهر في توتر لانهم طالبين مني ان احنا نخلص الجسور والكباري بسرعه. شفت اللي حصل يا سعد؟ ايه خير؟ في ايه يا رفي؟ العراق دخل في الكويت. ايه الخلافات كانت على شويه بترول. لازم نطمن على المهندسين وعمال بتوعنا في الكويت. معاك حق، خليها تبعت تليكس. يا ترى اللي حصل ده هيكون تاثيره ايه على مجلس التعاون العربي؟ ده احنا كلنا فرحنا بيه. ربنا يستر. سعد، هو ضروري السفريه دي؟ ضروري. هحاول استلم مستحقاتنا. يعني الوضع شكله مش مضمون. شكلها مش هترسى على خير يعني. طيب افرض الحرب قامت وانت هناك. من ناحيه هتقوم القوات اللي هناك والاسطول الامريكي اللي دخل الخليج مش معقوله جاي يتفسح يعني. المنطقه دي ممكن تنفجر في لحظه وتبقى جهنم، بس ما حدش عارف امتى. دول بيتكلموا ودول بيتفاوضوا، يعني الوضع دلوقتي محاولات سياسيه مش حاله عسكريه يعني. طيب ما تستنى شويه يا سعد لما الصوره توضح. بالعكس، انا عايز استغل الفرصه دي وحاول ارجع العمال والمعدات بتاعتنا واي مبلغ ممكن احوله. مش عارفه، انا قلبي مقبوض من السفريه دي. قولي له خليك جامد، العمر واحد والرب واحد. باسل
ايه الاخبار؟ كله تمام، بس المولى واخدها العراق لغايه ما تطلع من الكويت اخرها النهارده الساعه 12 بالليل. مفيش اي حاجه تدل ان رئيس العراق هيرجع اللي بداوا، المطارات اتقفلت كده، الامور مش مفهومه خالص. معلش، في ناس بتركب دماغها وفي الاخر بترجع في كلامها، وفي ناس بتفضل على عنادها. بصراحه الرئيس مبارك نجده اكتر من مره انه يطلع من الكويت، مين عارف يمكن يعملها في اخر لحظه. يا رب. شغل هناك ماشي كويس؟ تمام كله. In retaliation for the coalition's continuous aerial bombardment, Saddam Hussein unleashed a new kind of destruction. He ordered the Iraqi army to blow up the oil fields of Kuwait. Hundreds of wells were blown up, sending a wall of flame and smoke thousands of feet into the air. Pipelines were ruptured. Storage tanks exploded, and huge lakes of oil pooled in the desert sand. Choking black clouds filled the air, and day turned to night as the smoke blocked out the sun. مساء الخير. مساء الخير. من ساعة ما اتقطعت أخبار بابا في العراق وهي على الحال ده، من أول ما بتفتح عينها لحد ما بتنام، وزي ما حضرتك شايف كده المصحف ما بيفرقش إيدها. أنا خايفة عليها قوي ومش عارفة أعمل إيه. ما تقلقيش هبة، خلي عم إبراهيم يعمل لي فنجان قهوة وأنا هروح أدردش معاها شوية. مساء الخير مدام. صدق الله العظيم. مساء النور يا رفيق، ايه الاخبار؟ اطمني. ها، ايه الاخبار يعني؟ مفيش لسه اخبار، وانا لسه جاي من الخارجيه. الحمد لله، صدقيني يعني من نعمه ربنا ان مفيش اخبار وحشه، وده في حد ذاته امل نتعلق بيه ويطمنا. لحد امتى يا رفيق؟ لحد امتى؟ مدام ألفت الخارجيه مهتميه جدا بالموضوع، وسعد الدالي شخصية مش قليلة، وأكيد هيهتموا. مساء
أنا لما بدأ الضرب ما كنتش عارف أروح فين، ما فيش أي مكان آمن، حتى الخنادق بتضرب، وطول الليل والنهار صوت القنابل والطائرات. بعدين بصراحة السلطات العراقية عرضوا عليا ووصلوني لحدود سوريا في عربيات رسمية، أنا رفضت. ليه بابا؟ لأن هبقى هدف متحرك للطيران الأمريكاني. بعدين كمان مش معقولة أسيب المهندسين والعمال بتوعنا تحت الحصار والضرب. اللي حضرتك بتقوله ده خطير، ومتهيألي إنه لازم يتكتب. الحاجات دي ما بنشوفهاش في التلفزيون. يعني لو في وقت يا عم أدهم. بعدين أنا كان كل اللي شغلني بعد ما وصلنا سيبنا سوريا طلعنا على الأردن، كان كل اللي شغلني إن ألاقي تليفون أطمنكم. أنا اتصلت بإيمان، واتصلت بألفت وباسم وبيك أدهم، واتصلت بالمجموعة عشان أطمنكم. ما أنا كنت طول الوقت بشوف طريقة أطمن بها عليك. الحقيقة الحالة كانت صعبة جدا هنا. يعني ما كان غصب عني يا رفاق. وصدقوني اللي مريت بيه ده يعني مش لوحدي، كل الناس اللي كانوا معايا يعني. كنت حاسس إن أنا مش هشوفكوا تاني. الشر عليك يا بابا. ألف حمد لله على السلامة يا سعد. الله يسلمك. لا لا هذا إيه بقى؟ أكيد طبعا أهل البيت وحشوك وباسل. أسيبك بقى معاهم. ممكن يا رفق بيه توصلني معاك على سكتك؟ أوي أوي اتفضل. اتفضل حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا سعد. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. اتفضل. الحمد لله على سلامتك. مع السلامة. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا سعد. الله يسلمك. طبعا أول دي أول سفرية ما أجيبش هدايا. معلش المرة الجاية أتعلم هنا البيت. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. عينيكي بتقول كلام كتير. وحشتني قوي. وانتي وباسل وحشتوني قوي. عارفة؟ لما كان الخطر يقرب مني ما كنتش افكر غير فيكي وفي باسل. ربنا يحفظك ويحميك.